بنروح مثل كل ثلاثة لألفا. ألفا اللي عم تعطينا نصائح، بنحكي نحن وياهم بالمشاكل اللي بيعانوا منها لبوا المواطنين، النداء. دايما بلبوا النداء. اليوم معنا جابي دانيال، مدير عمليات مراقبة شبكة ألفا. صباح الخير صباح جابي. الخير، بونجور عبدو إلى كل المشاهدين. شكرا، ميرسي كتير. جابي، شو وضع شبكة ألفا عموما بظل هذا الوضع؟ يعني اليوم شبكة ألفا باستثناء الجنوب عم تشهد استقرار عام بالخدمة، وهذا الشيء انعكس على مؤشر توفر الشبكة يلي هو يوميا بحدود ال 98%. التحدي الأبرز بالفترة السابقة كان تأمين الطاقة والكهرباء للمحطات، وهذا الشيء تم من بعد عدة إجراءات اتخذتها شركة ألفا بتأمين مولدات خاصة للمحطات بالاشتراكات بمولدات الأحياء، وكمان بتركيب تجهيز المحطات بالطاقة الشمسية السولار سيستم. اليوم على الشبكة عندنا 410 محطات مجهزين بالسولار سيستم، الطاقة البديلة والنظيفة يلي لبنان لازم يستفيد منها كونه ايام الشمس فيه عالية نسبة لغير بلدان. احلى ما نضل تحت رحمة قطعة الكهرباء وغلى المازوت. 100%. نعم، هلا اكيد ان احنا عندنا فرق مختصة بشركة الفا بتراقب اداء الشبكة 24 ساعة على 24، واي عطل بتبلغ الفرق التقنية يلي بتتوجه فورا للمحطة لاعادة الخدمة باسرع وقت ممكن. وهذا الشيء انعكس يعني على استهلاك المواطنين للانترنت. فينا نقول انه شهر اب 2024 كان شهر قياسي باستهلاك الانترنت من قبل المشتركين بارتفاع حوالي 25% عن السنه الماضيه. نعم. يعني فينا نقول الوضع تحت السيطرة، لا يكون في إرسال والشبكة ما يكون فيها أي أعطال وتأخير. اي نعم نعم اكيد الوضع تحت السيطرة بجميع الأراضي اللبنانية، اكيد باستثناء اليوم المنطقة الحدودية الجنوبية يلي فيها وضع أمني دقيق. اكيد قادرين تفوتوا تتأهلوا في ظروف يعني. خاصة يعني. اكيد نعم. اكيد. طيب اليوم اكيد التشويش كمان من اسرائيل من ضمن المشاكل اللي عم بتعانوا منها، مثل الخطوط السيلولار العادي وخطوط اوجيرو يلي بيتاخد منها الانترنت. الانترنت تحديدا، صح. اي نعم، اليوم اكيد في ظروف خاصه مثل ما حكينا، ومن بيناتها قصه التشويش خاصه بالمناطق الحدوديه. نعم. اليوم عندنا حوالي 70 محطه بالجنوب، هيدي بدها اجراءات خاصه للفرق التقنيه تتدخل عليها وتنسيق مسبق مع الجيش اللبناني وقياده الجيش. هون بنتشكر الجيش على التنسيق اليومي معه يلي هو بيقدر الظروف الامنيه وبيسمح للفرق التقنيه بالجنوب تتدخل على المحطات اما لتصليح الاعطال او لتزويدها بماده المازوت الضروريه لتشغيل المحطه. نعم. يعني باستثناء الحدود بالجنوب، يعني تبعنا نحكي شوي بالوضع المحطات بالجنوب، عندنا حوالي يوميا 20 ل 30 محطه خارج الخدمه اما لاعطال تقنيه او لنفاذ ماده المازوت. نعم. من بين هذه المحطات في 6 محطات تضررت بشكل مباشر من الاعتداءات الاسرائيليه وهي خارج الخدمه حاليا، ولا يمكن للفرق التقنية التدخل عليها لأنه موجودة على حدود. نعم. بس أكيد ألفا أخذت عدة إجراءات لتأمين الخدمة ولو بالحد الأدنى في الجنوب. واحدة من الإجراءات الأساسية يلي هي تفعيل خدمة الناشونال رومينج أو خدمة التجوال الصوتي بالتعاون مع شركة تاتش بحوالي 30 محطة بالجنوب. يعني اليوم اي مشترك كان اذا عنده شريحه الفا او شريحه تاتش بيقدر ياخذ، اذا كان موجود ضمن هال 30 المحطه يلي موجوده بالجنوب فيه ياخذ مكالمات صوتيه، يعني لو كان في محطات خارج الخدمه، بس على القليله اذا في محطه تاتش او محطه الفا عم بتامن ارسال ساعتها بيقدر يشبك على وحده منهم يتواصل صوتيا مع البدوي. نعم. كثير منيح.
نحن بدنا نقول لكل الأشخاص بلشت تجينا أسئلة، الأسبوع المقبل بيتم الجواب عليهم. إذا عندكم أي أسئلة بخصوص خدمة ألفا تفضلوا سألونا إياها، رح يكون معنا كل تلاتة حدا من ألفا. اليوم بدنا نشكر جابي دانيال مدير عمليات مراقبة شبكة بألفا، يعطيك العافية جابي. يعطيك العافية، ميرسي لكم، يومك مبارك، ميرسي كتير لألك.